حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، سؤال يتكرر كثيرا، والحقيقة منذ مدة أنا كنت أحب أن أتحدث في هذا الموضوع، ولكن انتظرت حتى أحصل على دراسات علمية موثقة حول موضوع الألعاب والألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية أيها الأحبة للأسف الدراسات حولها قليلة جدا، وبعد تأمل طويل لهذا الموضوع تبين لي أن هناك شركات أشبه بالمافيا هي التي تتحكم وتصدر هذه الألعاب، وتعتمد أساسا على كيمياء الدماغ، هي تلعب بكيمياء الدماغ، لذلك هي خطيرة جدا. كلما كانت اللعبة الإلكترونية أكثر تشويقا وأكثر شعبية وأحبها الأطفال أو الكبار حتى بشكل أكبر، كلما كانت مدمرة للدماغ أكثر. لماذا؟ سأقول لكم أيها الأحبة. طبعا أنا أتمنى من كل شاب أو شخص يلعب هذه الألعاب أن يعلم ماذا يحدث في دماغه فقط، يعني أنت عندما تفتح الموبايل مثلا أو تجلس على الكمبيوتر وتمارس أي لعبة يجب أن تعلم ما الذي يحدث في دماغك. لماذا هذا التمسك؟ لماذا هذا الإدمان؟ ما الذي يحدث في الدماغ؟ يجب أن تعلم لكي تتجنب هذه الأضرار المدمرة لهذه الألعاب. أيها الأحبة، العلماء حديثا عندما اكتشفوا سر تركيب الدماغ تبين لهم أن هناك مركزا اسمه مركز المكافأة. آلية عمل هذا المركز معقدة جدا، ولكن يمكن أن أقول لكم ببساطة إن هذا المركز مهمته أو من أحد مهامه أن يفرز مجموعة من الهرمونات، هي هرمونات السعادة التي تشعرك بالسعادة. فهذه الهرمونات متى يفرزها الدماغ؟ عندما تحصل على مكافأة معينة مالية، أو عندما تنظر إلى مثلا مقطع إباحي، تنظر إلى فتاة جميلة، عندما تأكل طعاما لذيذا، أي مكافأة تصلك مادية أو معنوية، هذا المركز يبدأ بإفراز هذا الهرمون الحيوي والمهم للجسم. ولكن الخطورة كيف تتشكل أيها الأحبة؟ أن هؤلاء الخبثاء الذين يقومون بتصميم هذه الألعاب الإلكترونية يدمرون عقول الأطفال والشباب بشكل متعمد. لماذا؟ لأنهم درسوا آلية عمل الدماغ. فآلية عمل الدماغ أن الدماغ كلما أعطيته شيء جديد أو مكافأة يطلب المزيد، كلما أعطيته مكافأة يطلب المزيد. فتجد أن هذه اللعبة الإلكترونية سواء على الموبايل أو على الكمبيوتر تعتمد على إعطائك تحقيق نصر معين لك مثلا، يعني هذا المركز، مركز المكافأة، يعمل أثناء تحقيق الانتصارات فيجعلك تحقق فوز معين، نصر معين ولو كان وهميا يعني في البداية، لكي تبدأ سلسلة من تحقيق هذا النصر أو الفوز المستمر. وكلما حققت فوزا جديدا يفرز الدماغ ماذا؟ كمية من هرمون السعادة، حتى تصل إلى مرحلة الإرهاق، لأن الدماغ الحقيقة لم يصمم للألعاب الإلكترونية. يعني دماغك هذا أخي الحبيب الله وضعه لكي تستمتع في حياتك، عندما تحصل على شهادة مثلا، عندما تحصل على منصب في العمل، عندما تحصل على زوجة صالحة، عندما تنفق مبلغا من المال تشعر بالسعادة، يعمل هذا المركز. عندما تستمتع بالطعام الذي أحله الله لك أيضا تشعر بالسعادة. عندما تستمع للقرآن العظيم بتدبر وخشوع تشعر بالسعادة. ولكن لماذا معظمنا فقد حلاوة الإيمان وحلاوة الاستماع للقرآن؟ لأنه شغل وقته كله إما بمسلسلات أو أغاني أو مقاطع كوميدية أو ألعاب أو كلام، كما قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام وأحاديث
يعني يتحدث مع الناس، مع الأصدقاء، مع الكذا، فيجد أن اليوم 24 ساعة مضى اليوم، ثم يمضي يوم ثاني ويوم ثالث، ولا يخصص من وقته شيئا للقرآن، ولم يقرأ القرآن أصلا. فكيف يشعر بحلاوة القرآن؟ الشعور بحلاوة القرآن يجب أن تخصص أفضل وقت لديك لقراءة القرآن، أفضل أوقاتك خصصها للاستماع للقرآن، للتدبر. التدبر يعني هو مرحلة أعلى من الفهم، أن تفهم هذه الآيات وتفهم لماذا أنزلت وماذا يريد الله منك. الله عز وجل نهانا عن أن نشغل أوقاتنا في كلام فارغ مثل الألعاب، يعني هناك تحذير من الله، عاقبته جهنم على فكرة. يعني أحبتي في الله، الموضوع خطير وليس كما نظن أنه عبث. الله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذا الإنسان له عذاب أليم يوم القيامة، له عذاب جهنم والعياذ بالله. إذا ضيعت وقتك على كلام فارغ يأتيك الموت فجأة، لتقف أمام الله يوم القيامة ماذا تقول؟ الله يقول لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول لك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت ضيعت هذا الوقت على كلام فارغ، تأتي يوم القيامة ليس معك أي شيء. طيب كيف ستلقى الله عز وجل؟ إذا من هنا الله يحذرك أن تضيع وقتك في أشياء تافهة. لماذا؟ لأنه يريد مصلحتك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أهم مصلحة تحققها أنك تحافظ على هذا الخزان، هرمونات السعادة الموجودة، لكي تفرغها في مواقف محددة، لكي تعيش حياة مطمئنة. لأنك إذا أدمنت على هذه الألعاب، وهي تسبب الإدمان أيها الأحبة، أنا أقول لكم الذي يصمم هذه الألعاب لديه خطة خبيثة، ليس بريئا، لأنه يعلم كيف يعمل الدماغ ويعلم كيف يعمل مركز المكافأة، ويصمم هذه اللعبة بحيث أنها تثير مركز المكافأة ليفرز هرمون السعادة فتشعر بالسعادة، ثم تطلب المزيد، فتبقى هكذا حتى تصل إلى مرحلة الإدمان. وفي الغرب هناك عيادات تعالج من الإدمان على الألعاب، هناك عيادات خاصة لعلاج ظاهرة الإدمان على الألعاب الإلكترونية، والإدمان على الأفلام الإباحية، والإدمان على الإنترنت بشكل عام أو الموبايل. لذلك أخي الحبيب، يجب أن تعلم أن هذه اللعبة التي تلعبها، كلما ضيعت ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو أكثر من وقتك، كلما دمرت مئات الخلايا. لماذا؟ لأنك عندما ترهق الدماغ، ترهق دماغك خلال هذه الألعاب، لأن هذه الألعاب تتطلب طاقة كبيرة من الدماغ، وإلا كيف يلعب الإنسان؟ وكلما أصبحت محترفا، كلما تطلب دماغك طاقة أكبر. هذه الطاقة أنت يجب أن تستفيد منها في حياتك، يعني أثناء دراستك وتحقيق مثلا النجاح، سواء في العمل، في الدراسة، في البيت، ضمن الأسرة، في الشارع، أي نجاح تحققه يجب أن يكون لديك كمية كبيرة من السعادة. بسبب الإدمان على هذه الألعاب نفقد السعادة تدريجيا. لماذا؟ لأن خزان الهرمونات الموجود هنا، أو طاقة الدماغ بكلمة أدق، الطاقة الدماغ تستهلك وتستنفذ كلما أدمنت ومارست هذه الألعاب بشكل أكبر. وبالتالي أحبتي في الله، أنا يمكن أن أقول، أنا لا أريد أن أتحدث بلغة الحلال والحرام، هذه الألعاب ستكون حسرة عليك يوم لقاء الله، عندما تموت قبل لقاء الله، لحظة الموت، والموت يأتي فجأة، قد يأتيك الموت في حادث. أسأل الله العافية لنا ولكم وللجميع ولكل من يشاهدنا. قد يأتيك الموت وأنت نائم، قد يأتي الموت و نتيجة مرض، نتيجة فيروس، نتيجة وباء، غير مضمون، أعمارنا غير مضمونة. في أي لحظة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إذن
أول شيء ستتحسر عليه لحظة الموت هو هذا الوقت الذي ضيعته، هذه الألعاب وغيرها والمقاطع الكوميدية مثلا، وجلوسك على هذا الإنترنت لساعات طويلة من دون فائدة. يعني أنا أجلس على الإنترنت مثلا أحيانا 10 ساعات، ولكن هذا الجلوس كله في ذكر الله، في اكتشاف معلومات جديدة، في معرفة تفسير القرآن، تدبر القرآن. هذا الأمر ينعش ويفيد الدماغ أيها الأحبة، بينما إدمانك على الألعاب الإلكترونية يدمر الدماغ. إذا أردت أن تدمر دماغك أكثر، أكثر من هذه المشاهدات. وبالتالي أختم هذا اللقاء أخي الحبيب وأقول الحل بسيط لمن ابتلي بالإدمان على الألعاب الإلكترونية، فقط استبدل، عملية استبدال فقط، استبدل هذه الألعاب بالاستماع للقرآن الكريم، بمعرفة آيات الله في الكون. يعني الإعجاز العلمي هو علم مشوق جدا ويشعرك بلذة غريبة جدا. أدمن على مشاهدة أفلام الإعجاز العلمي، أفلام آيات الله في الكون، آيات الله في الآفاق، آيات الله في الإنسان. الله يقول لنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذلك أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن شر هذا اللهو الذي حذرنا الله منه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.